ينضم إلينا الآن من نيويورك زميلي الكريم ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك ياسر. دعنا نبدأ بدونالد ترامب المهدد بالسجن، اختاروا المحلفين أم ليس بعد يا ياسر؟ تحياتي لك محمد وللسادة المشاهدين. لم يختاروهم بعد، سوف يتم هذا الاختيار محمد في غضون أسبوع تقريبا. أكثر من 500 من المحلفين أو المحلفين الذين سوف يتم اختبارهم عن طريق استبيان 42 سؤالا. اليوم كان القاضي خوان مارشل كان قد تقدم بإزالة أو إعفاء 96 من المحلفين عندما سألهم هل سوف يقومون بالعدل في هذا الأمر أو لديهم أي من الأشياء التي تعيق أن يتم هذا العمل التطوعي بالنسبة لهم، فتم يعني محو 96 شخصا من الليستة. أيضا كان هناك يعني 20 دقيقة كما وصف خوان مارشن القاضي يقوم بتلو كل القوانين للمحلفين. كانت الجلسة بدأت في تمام الساعة 9:30، حضر دونالد ترامب في حوالي 20 دقيقة قبل ميعاده محمد. كان هناك من محامي ترامب كان قد طلب تويد بلانش كان قد طلب أن يوجه القاضي مارشان سؤالا للمحلفين، وهذا السؤال هو هل تحبون ترامب؟ هذا السؤال الذي رفضه القاضي وقال أنه ليس له علاقة بموضوع القضية، ورفض هذا السؤال أن يطرح على المحلفين المزمعين. أيضا كان هناك طلبا آخر لدونالد ترامب على أن يقضي اليوم في واشنطن ولا يحضر، وفقط محاموه يحضرون هذا اللقاء الأول في المحكمة، وهذا أيضا محمد ما تم رفضه. أيضا يعني من الأخبار العاجلة في هذا الشأن وارتباطا بدونالد ترامب محمد، شركته أو مجموعة شركاته في البورصة بورصة نيويورك وهي مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، للأسبوع الثاني على التوالي تتم انخفاض نسبة الأسهم 18%. هذا اليوم وبالأسبوع الماضي كانت انخفاض أيضا لهذه المجموعة الإعلامية للتكنولوجيا أيضا حوالي 21%. دعنا ياسر نلقي نظرة على المواد الحاكمة لترشح ترامب في الدستور الأمريكي وفي القوانين الأمريكية عموما إذا ما صدر ضده حكم بالسجن. الشائع أنه هذا لا يعطل ترشحه يا ياسر. هذا صحيح محمد، ويعني شكرا لك على هذا الإيضاح. أغلب يعني قد عند تحضيري للمداخلة معك كانت أسوشيتد بريس قد ذكرت هذه النقطة تحديدا، وقالت حتى أنه إذا أدين هناك، هذه هي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي للقاضي أن يقوم بعمل ليس سجنه ولكن إقامة جبرية، قد تكون إحدى الاختيارات حيث أن هذا هو جديد جدا على التاريخ الأمريكي. يستطيع القاضي إذا ما أدين أن يجعله تحت الإقامة الجبرية أو تحت يعني العزل في مكان آمن وحراسته، ولكن كل هذه الأمور لا تمنع حتى اللحظة من أن يقوم بالترشح وخوض السباق الانتخابي. وبررت بذلك بأن معظم هذه القضايا بل جميعها منذ سنوات، وهذا أيضا ما يجعل أو السبب الرئيسي في أن دونالد ترامب محمد الآن يتعامل وكأنه ليس عليه أي قضايا، ويحاول أن يدفع من الأموال للاستئناف ليستمر في هذا الأمر، حيث أنه يعني إذا ما وصل
إلى سدة الحكم سوف تكون أيضا يعني شيء رائع للغاية لشركاته، سوف تزدهر مرة أخرى لكل المعاملات التجارية له، سوف يكون هناك عفو رئاسي عن نفسه كما يقول أيضا المحللون، يعني كل هذه الأمور، ولكن هو في مأزق الآن، ولكنه يعني يستمد قوته من خلال مؤيدوه الذين ما زالوا على أرض الواقع، ما زال عدد كبير من الشعب الأمريكي يؤيد الرجل، وهذا أيضا ما جعل يعني تود بلانش يتحدث بأنه يريد أن يفند هذه نقطة هامة محمد، أيضا أن يفند المحاكمة في نيويورك، حيث أن نيويورك هي ولاية ديمقراطية ولن يكون هناك عدالة في المحاكمة، هذه نقطة. وأيضا النقطة الثانية من أين سيأتي المحلفون أو المحلفين، سوف أيضا يكون لهم اتجاهات ضد دونالد ترامب، وهذا ما أراد أن يثبته بالسؤال الذي أراد من القاضي مارشن أن يطرحه على المحلفين، حيث أنه إذا ما كانت الردود محمد بأنهم بالفعل ضد الرجل شيئا ما أو نوعا ما، سوف أيضا يستخدمها محامي تود بلانش، محامي تود بلانش ب يعني ذهاب بهذه المحاكمة أسابيع بل شهور أخرى في ولاية أخرى وليس في ولاية نيويورك. هذه المحاكمة من المزمع أن تنتهي أو تستمر قرابة 8 أسابيع، وهذه أيضا من الأسباب الهامة من محامو ترامب ويعني لإزاحة الوقت وتمرير الوقت حتى الوصول للخامس من نوفمبر. بإمكان دونالد ترامب أن يصنع التاريخ يا ياسر، بإمكانه أن يكون أول رئيس أمريكي فيلن، يعني محكوم عليه، أول رئيس أمريكي مجرم بين قوسين يدخل البيت الأبيض وعليه حكم جنائي. ياسر أشكرك شكرا جزيلا، ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك.